أثناء حضوري لمحاضرة الدكتور عمر عبد الكافي في العاصمة الجزائرية بحضور آلاف المحبين وبعض من العلماء الكبار، جاءت عيني على طفل صغير وهو يحمل محموله وينصت للمحاضرة طوال الساعة، فتعجبت وأحببت أن أرتب لقاء بينه وبين الشيخ لأرى سر هذا التركيز والإنصات. ما هو لا أكبر من فمي ولا أقل من فمي، ولكن يا رب قدر لي أن آخذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. كيف حالك؟ أخبارك إيه؟ ما اسمك؟ سلام البكار. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. اجلس استريح. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. شوف أعمامك ساعدوا بيك لما لقوك قاعد تسجل للشيخ طول الوقت. أنت تفهم كلامي؟ والله؟ نعم. كم عمرك؟ 10. 10 ما شاء الله. تحفظ شيئا من القرآن؟ نعم. كم؟ جزء ونص. ما شاء الله جميل جميل. وفي المدرسة الحمد لله متفوق. في أجازة الآن ما في مدرسة. صح؟ نعم. ماذا تصنع في الصيف؟ في الأجازة يعني هتعمل إيه؟ هتحفظ قرآن ولا هتلعب؟ أحفظ قرآن. لو ماله تلعب برضه. أحفظ قرآن ولا وتلعب بالظبط كده صح؟ يعني قسم الوقت بين حفظ القرآن وبين اللعب. تمام. هذه صورة طيبة من صور الأسر التي تحرص على تربية أبنائها على حب المساجد ودروس العلم. أن ولد في هذا السن 10 سنوات يمكث طوال الدرس ممسكا المحمول كي يسجل وحيي ويحفظ القرآن ويذهب إلى المسجد بعد صلاة المغرب ليحفظ كتاب الله. حقيقة أنا أنتدب كل أسرة ليس في الجزائر وحدها ولكن في كل العالم الإسلامي أن يحببوا الأولاد في الدين. فإذا نشأ الولد على حب الدين وحب القرآن وحب أهل العلم إن شاء الله يكون هذا يعني فارق كبير في حياتهم، وننتظر أن يعني يقود هذا الجيل الصغير الذي نراه اليوم الأمة إلى ما نحبه ونصبو إليه جميعا. وصيتك لي حضرتك صاحبي؟ والله حبيبي أنا أملي أن أنت تحفظ القرآن وتتفوق في الدراسة، وبإذن الله ربنا ييسر لك الأمر إن شاء الله. بارك الله فيك.